ليس فيكم ضيوف، فأنتم جميعا في الوطن الذي نستظل به جميعا. نلتقي اليوم في ظل مناخ كله إجهاد، أمة عربية مجهدة، أمة إسلامية مجهدة، أجهدها الصمت وأجهدها الخنوع وأجهدها التراخي وأجهدها الاستسلام، أمة أجهدها التفرغ لبرامج الترفيه ومباريات كرة القدم والحماس لكل ما هو كافي. عندما تريث الدبابات الإسرائيلية الصهيونية أبناءنا وأطفالنا في فلسطين، ننجح أحد يتحدث. عندما تريث الدبابات التركية الأراضي السورية المقدسة وتبقر بطون النساء وتأسر الرجال وتغتصب وطن يصمم الجميع، بل هناك من يؤيد من العرب ومن المسلمين هذه الهجمة الشرسة وهذا القبح الاستعماري. أننا نعيش هوانا ما بعده هوانا أن تبقى تركيا هي التي تعتدي علينا ونصبر. قديما كنا نقاوم دولا عظمى، نقاوم انجلترا فرنسا في خصومة كانت الكفاءة العسكرية لهم، لكن كانت لدينا العزيمة والإيمان الذي جعلنا ننتصر في كثير من المعارك. أمة عندما قاد صلاح الدين الأيوبي الجيوش العربية من أجل تحرير القدس لم يعرف التاريخ في تلك المرحلة إلا خائن واحد هو حاكم عكا. اليوم نحن نعيش عصر كله حكام عكا. الذين استسلموا وتفاضلوا ومرروا صفقات من أجل حماية هذا المخطط الذي ينال من الأمة العربية. أيضا كما قلت قبل ذلك أن صفقة القرن ليست فقط تصفية القضية الفلسطينية. صفقة القرن هي تصفية الأمة العربية كلها. هذا الذي فهمناه اليوم بالاجتياح التركي للأراضي السورية يتأكد لنا ما قررناه، أنهم يريدون الآن إعادة صياغة اتفاقيات سايكس-بيكو وتغيير الحدود ومناطق الأمان والتأمين واغتصاب منابع البترول والاستيلاء على مخدرات الأمة من أجل إنهاء كل الأمة العربية. ليست سوريا فقط هي المسالفة، إذا سقطت سوريا سقطت القاهرة وسقطت الرياض وسقطت الرباط. من يظن أنه بعيدا عن السقوط إذا ترك سوريا أو تفاوض عليها أو تهاون في الدفاع عنها فهو مفرط في حق الوطن. إننا عندما ندافع عن سوريا ندافع عن أنفسنا، ندافع عن البوابة الشمالية التي دخل منها كل استعمار. هذه البوابة وهذه المحطة التي أرادوا أن يزرعوا فيها الحلف المركزي الذي كان أطلق عليه البعض حلف بغداد الذي أسقطه الشعب العراقي والشعب العربي كله من أجل أن تجرنا تركيا لنكون ذيلا من ذيول الاستعمار الأوروبي. اليوم تركيا
هي زي الاستعمار العالمي كله. كله. كل اوروبا متواطئه مع تركيا. امريكا متواطئه مع تركيا. كثير من حكامنا العرب متواطئين مع تركيا. حكامنا المسلمين متواطئين مع تركيا. تركوها او يتركوها لكي تغتصب الارض السوريه. نحن في اتحاد المحامين العرب لا نعرف انصاف الحلول. لا نعرف الالتفاف ولا الكلمات التي يمكن ان يكون لها اكثر من معنى. ما تفعله تركيا عدوان. عدوان اسرائيلي، امريكي، متواطئ روسي، ايراني في كل المنطقه العربيه. نحن مع الشعب السوري ضد اي وجود اجنبي فيها. اذا كان الوجود الظاهر الان هو تركيا وامريكا. فنحن ضد اي وجود ظاهر او خفي. نحن نريد سوريا للسوريين. سوريا هي التي تقول من الذي يجلس معي ومن الذي لا يجلس. من الذي يدخل سوريا ومن الذي لا يدخل سوريا. من اجل ذلك يجب ان تكون لنا ادوات في المقاومه. نحن لا نملك جيوش ولا نملك دبابات ولا نملك غواصات ولا نملك قوه يمكن ان نقاوم فيها هذا العدوان. لكننا نملك العزيمه والايمان والتوحيد باتحاد باسم اتحاد المحامين العرب. ادعو الامه العربيه ردا على هذا العدوان التركي الى المقاطعه الشامله للبضائع التركيه والسياحه التركيه. كما نقاطع السلعة الإسرائيلية. ونقاطع السلعة التركية. ونقاطع السياحة التركية. ونقاطع الدعم الذي تقدمه الدول العربية والإسلامية إلى هذا المستعمر الجديد. القزم الذي يمثل الاستعمار الأوروبي الحقير المتدني الذي يريد أن يقود الأمة العربية. من أجل ذلك علينا أن نتدرس السبل المختلفة لكي نفضح هذا العدوان ولكي نبيد هذا العدوان ولكي نساهم في الدفاع عن هذا الشعب العربي الشقيق الذي يعاني في الوقوف منفردا في مواجهة عدوان متكرر، عدوان متنوع من أعتى الأنظمة الاستعمارية المختلفة. أيضا الأمة العربية في هذا الإطار تتعرض في العراق لفتنة كبرى. وفي لبنان لفتنة كبرى. وفي ليبيا لفتنة كبرى.